بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة في كل مكان، وحياكم الله وتحية طيبة لكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. وها نحن على بركة الله نجدد اللقاء بكم وعبر قناة الأيام الفضائية والبرنامج المباشر الفقه حياة، الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم وكذلك استفساراتكم الشرعية. قبل كل شيء دعوني أرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا العزيز وأهلا ومرحبا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم وتقبل الله أعمالكم، حياكم الله. نعم، حياكم الله سيدنا، كما عودنا للسادة المشاهدين في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج المباشر نستثمر الدقائق الأولى في الحديث عن موضوعة معينة. سيدنا، اليوم نريد أن نتحدث عن الصدق مع الله سبحانه وتعالى، سيما نحن في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان وكذلك ليالي القدر المباركة. كيف للإنسان المؤمن أن يصدق أنه في هذه الأيام مع الله عز وجل، سواء كان في عباداته أو توجهاته؟ حياكم الله وأهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الواقع من الصفات التي رب العزة عز وجل يؤكد عليها ويحبها واعتبر الصفة الأساسية في شخصية الإنسان المؤمن الملتزم هي الصدق. جميل. وأكو صفات أو صفات كثيرة موجودة، الكرم، السماحة، العفو، الوفاء وغير ذلك، ولكن قضية الصدق سيدة الأخلاق، سيدة الأخلاق. وأصلا الميزة المهمة، الميزة المهمة في أنبياء الله عز وجل هو صدقهم، لأنهم صادقون، لأنهم يوفون بما يوعدون أو يقولون. هذا في واقع الحال هي التي تميز الإنسان لتجعله مؤمنا أو غير مؤمن. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني شيئا أو قل لي شيئا لا أحتاج إلى شيء آخر، يعني اذكر لي شيء اللي أنا في النهاية ما أحتاج إلى شيء آخر بعد، ويكون ذلك الشيء الذي تقوله لي حسب تعبيرنا مفتاح كل خير. الرواية تقول أن رسول الله قال له: يا بني لا تكذب، لا تكذب. قال له بعد؟ قال: خلص لا تكذب. الإمام ابن عنده كلمة لطيفة يقول: الكذب رأس كل خطيئة. نعم. الكذب رأس كل خطيئة. نعم. فالصدق شرح يصير، الصدق شرح يصير بقياس حسب تعبيرنا القياس المقابل، شو نسوي؟ فالصدق يصير رأس كل صواب، رأس كل نجاح. تقول الرواية: هذا الرجل لما سمع ذلك من رسول الله فذهب، فجاءه الشيطان أنه افعل الأمر الفلاني، سوي، اسرق هاي قلم، اسرق هذا كذا. يقول هو مع نفسي قال إذا أسرقت القلم ورحت للبيت أمي سألتني هذا القلم من وين لك، شو أقول لها؟ أقول لها هذا اشتريته كذب، رسول الله قال لا تكذب. أقول هذولي يا هدية كذب، ما بأقول، ما يقدر، ما أقدر أكذب. لقيته بالشارع وما لقيته، فإذا أنا ما لازم أخذه حتى لا أكذب.
ما لازم اخذ حتى الاكل. شاف صديق مو خوش ولد، اروح وياه لو ما اروح؟ اذا رحت وياه ابوي سالني انت وين كنت؟ شو اقول له؟ كنت بالمسجد، كنت بالمحاضره، كنت بالمدرسه، هذا كله كذا. فاذا قلت له ويا هذا فلان راح يحاسبني، فذلك انا شنو؟ ما فشوفون انه قضيه الكذب في الواقع اذا الانسان بس هذه الصفه يتركها واقع. هاي الصفه يتركها هوايه من صفات تتمنع. يعني تزول عن شخصيته. ربما تتغير حياته الى الاحسن. بلا اشكال. فلذلك انت تشوف انه الناجحون الناجحون والمفلحون ان صح التعبير هم الصادقون. يصدق في تجارته، يصدق في وعده، يصدق في كلامه، يصدق. حتى الان شوف رجاء اخواني انا يعني هذا البحث شوي طلعني عن قضيه ليله القدر وكذا بس ما يخالف ارجع شويه. شوفوا الان نسبة الطلاق الموجودة، الآن نسبة الطلاق الموجودة في المحاكم نسبة مهولة، معصيات مخيفة مهولة جدا. لما تروح تسأل ليش أنت طلقت؟ مع أنه أنت تزوجتها حسب تعبيرهم، أنا جاي أتكلم تعبيرهم، أنا ما أحب هذا التعبير. يقول سيدنا أنا تزوجتها عن حب. زين إذا تزوجتها عن حب كم سنة أنت كنت عندك علاقة بيها؟ يقول 4 سنوات كنت عندي علاقة بيها. زين ليش 4 أشهر أنتم ما عشتوا؟ نعم أحسنتم. أربع سنوات علاقة. واحد يموت على الثاني، واحد يشتاق للثاني، وعصيتم الله بعلاقتكم مع الثاني. نعم أحسنتم. عصيتم الله. ولكن 4 أشهر أنتم ما عشتوا، ما تحسنوا. شنو السبب؟ أنا سائل، أنا رايح وسائله. تدري شنو السبب؟ نعم. يقول سيدنا أنا اكتشفت زوجتي مو خوش منها. ها اكتشفتها؟ نعم. 4 سنوات شنو كانت مخفية؟ نعم. 4 سنوات نعم. مخفية؟ نعم. أنت ليش طلقتي؟ يقول سيدة اكتشفت هذا مو خوش ولد، هذا إنسان مراوغ، إنسان منافق. عجيب كانت 4 سنوات ما عرفتي هذا مراوغ منافق؟ قالت لا، كان يكذب علي، كان يمثل يعني شنو؟ يعني يكذب. نعم. لما يمثل يعني لا يكون صادقا، لا يكون صريحا. الإنسان الصريح الشفاف الواضح. نعم. الواضح مع الناس هذا على حال هذا حسب تعبيري أنا، ظاهري باطني هذا ما عندي شيء. نعم. ظاهري وباطني هذا واقع ما عندي شيء. وما أحلى أن يكون الإنسان هذا. أحسنتم. نعم. هم يرتاح هو وهم يريح الآخرين. نعم. فإذا صفة الصدق صفة عظيمة جدا، لو شبابنا فقط يطلبوا من الله ويتعاهدوا مع الله أن يكونوا صادقين راح يكونوا ناجحين واقعا ناجحين. مع أستاذهم يكونوا صادقين، مع امتحاناتهم صادقين، غش وما غش هالسوالف تدرونها كلها ضمن خلاف الصدق. مع علاقاتهم، مع والدهم، مع والدتهم، مع عموما مع نفسهم، مع نفسه يكون صادق. هذه في واقع الحال اعتقد راح تكون بوابه خير ليله قدر. الليله ليله القدر، والليله ليله مهمه جدا 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 مهمه، لانها هي الليله التي كما ورد في الروايات هي الاقرب ان تكون ليله القدر الحقيقيه. يعني بها وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على صدر نبيه محمد صلى الله عليه وآله هالليلة. فتعالوا لنكون صادقين. يقول سيدنا أنا أكون صادق مع الله، أقول يا ربي أنا أتوب إليك وصدق أنا صادق مع الله في التوبة، بس سيدنا بعدين أطيح، بعدين يغرني الشيطان، ما يقاوم، بعدين ما أقاوم. أقول له ما يخالف، بس أنت في هالليلة في كلامك وفي توبتك تكون شنو؟ صادق. قل يا ربي والله أنا معك على أن أكون صادق، بس يا ربي أعني على نفسي، شوي ساعدني، أعني على نفسي، هاي نفسي مجرجرني منها ومنها، أنت أعني عليها، ساعدني عليها. نعم أحسنتم. وشوفوا
مناجات أبو حمزة الثماني، ما لكم خلق تقرون؟ هاي المناجات أكو الآن تطبيقات، أكو ما أدري فلاشات كذا، خليه هنا اسمع دعاء أبي حمزة الثماني بصوت جميل، شوف شي يقول الإمام السجاد، شي يقول شلون يتكلم مع رب العالمين. أنت تتعاهد مع الله، وإن كان بعدين الشيطان يغرك، يمكن تطيح لا سمح الله، الشيطان يوسوس عليك أو لك، يمكن أن تسقط، ولكن قم مرة ثانية. إذا سقط قم، وإذا أخلفت ماذا أرجع، وإذا أخطأت تب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى لما يصف التائب شو يقول؟ ما يقول التائبين، التائبين في بعض الآيات يقول، بس يقول التوابون. التواب شنو معنى التواب؟ هاي اللغة العربية، شنو معنى التواب؟ التواب على وزن فعال، فعال يعني كثير التوبة. ليش واحد يتوب كثير؟ يلا أحمد قل لي ليش الإنسان هواية يتوب؟ نعم لأن هواية يتوب. فالتواب يعني كثير التوبة، لأنه يعصي كثيرا فيتوب كثيرا. لا تيأسون، لا تقول ها سيدنا أنا هواية سوالف تعبانة، هواية كذا ما بي إشارة. لا، أقول لكم حكاية يمكن مو لطيف أقول، يعني هي لطيفة أقولها بس ما أأشر إشارات. هذه أنا بس بالعتبة العلوية كنت أزور، أدعو لكم جميعا. إجاني ولد شاب عنده مشكلة، ما راح أقول شنو مشكلته لأن أخاف يصير وضوح وما أريد. عنده مشكلة وكان يبكي، تبين من مشكلته اللي صايرة هو عنده صفة ذميمة جدا، صفة ذميمة جدا، يعني اللي يسمعها كلش يتأذى، كلش يتأذى. أنا تأذيت وإلى السحر كنت متأذي، يعني كلش كنت أكره الدنيا وما بيها من صفة اللي كانت بهذا الولد، صفة جدا ذميمة. ولكن كان يبكي يقول هاي الصفة أريد أعوفها ما جاء أكثر، هاي الصفة أريد كذا، وهي دمرت حياته. طبعا هاي الصفة دمرت حياته، بس أنا قلت له، قلت له توب إلى الله. قال هواية تبت، قلت له ما يخالف توب إلى الله، ارجع إلى الله، أطلب من الله، قل يا الله أنا جايك، وتدري أنا جايك، بس أنت ساعدني، ساعدني على أن أكون قوي أمام هذه الصفة التعبانة. واقعا يمكن الإنسان أن يتوب إلى الله، يكون صادق مع الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي شنو؟ الصدور. الله يدري ما في قلبك شنو، لذلك لا تحاول أن تمكر. المكر والخديعة مع الله ما تمشي، وياي تمشي، وياكم تمشي، بس ويا الله ما تمشي. ليش؟ لأن يخدعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. ترى الله خير الماكرين، والله هم إذا تريد سواح يقول شون يعني أنا شو أسوي؟ كن صادق، امشي مع الله عدل، هو هم يمشي وياك عدل، كما تكون، كما على أي حال، كما تتعاملوا وتتفاعلوا مع أموركم، رب العالمين يعلم بنياتكم، لذلك سيكون معكم حيثما أنتم. إن كنت صادقا فالله سيعينك، إن كنت كاذبا مراوغا ومنافقا الله سيخذلك، وهذا أمر حسب تعبيرنا معادلة قامت عليها الحياة. نعم، أحسنتم سماحة السيد، نسأل من الله عز وجل أن نكون في هذه الأيام المباركة ممن يصدق مع الله عز وجل. رب يحفظكم سماحة السيد. الآن نأخذ اتصال من أبو مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أبو مريم، تفضل. حياكم الله، بارك الله بكم. الله يبارك فيك، رمضان كريم. وعليكم إن شاء الله أكرم. سيدنا أنا عندي مسألة واحدة، الله يسلمك. بلي سمعت سيدي، سمعت. بالنسبة للحضانة، إن كان ولد أو طفل، أنا عندي بنية عمرها 12 سنة، بني، وحاليا هي يم زوج الأم، وبالقانون ما مسموح
فات يمي دقيقة واحدة ولا مسموح تجي بيتي، بس مجرد مشاهدة، وهاي المشاهدة ما يعني ما لها كل يعني ما لها فائدة. مرة تجي مرتين ما تجي، يعني ما كراد قانون. بلي. ويا ريت تبين لنا المسألة مال التفريق القضائي، بس شعر هذا التفريق 2000 حالة تفريق بالمحاكم العراقية و 4000 حالة طلاق، يعني مجموع 6000. نعم. واحنا من مقلدين سيد السيستاني، والفتوى واضحة مال سيد السيستاني بالنسبة للحضانة للأطفال. بلي. إن شاء الله. الله يبارك. نعم إن شاء الله سمحت اللي سي يجاوبكم. نعم سمحت السيد نجاوب الأخ. شوف حبيبي هذه ظلامة، هذه ظلامة، وأنا قلتها عدة مرات من الأمور البائسة. رجاء شوي التفتوا، وأنا راح أتكلم كلام اللي عليه حال بصريح العبارة. من الظلامات اللي إحنا مظلومين بها من تشكيل الدولة العراقية، صارت الدولة العراقية صارت من 1917 إلى الآن نحن مظلومون، كشيعة مظلومون. ظلامتنا كثيرة، قتل وتهجير ومصادرة أموال وسجون وكذا. هذه الآن إحنا 18 سنة على أساس الحكم بيد الشيعة، على أساس الحكم بيد الشيعة، وتتدرون الحكم بيد من؟ إلى الآن إحنا ما قدرنا أن نحصل على حقوقنا الشرعية في مسائل الخاصة بينا، في مسائل الطلاق، في مسائل الإرث، في مسائل الحضانة، في مسألة على حال التبني والأمور اللي هي ترتبط بقضايا المدنية. إلى الآن ما محصلين إحنا حقنا، ويفرض علينا فقه الآخرين، يفرض علينا فقه الآخرين، مذاهب الأخرى. وهذا هذا القانون اللي ما أدري شو اسمه 157، ما أعرف والله شو اسمه، 57 أو 157 ما أعرف. بس الناس هواي يرسلوا لي رسالة سيدنا أتكلم عن القانون. قانون بائس. لا مو مجحف. قانون بائس مجحف وغير منصف وغير شرعي. أن الحضانة ينطوها للأم، والأم تفرض على الرجال ما أدري مولانا نفقة مجحفة، وإذا ما يدفعها ما أدري إيش، ولا يشوف الولد إلا ما أدري كذا. هذا كله خلاف الدين، خلاف الإنسانية. ولا أدري إلى متى، ولا أدري إلى متى نحن كشيعة نهضم ونظلم بهذا الأمر. وأنا أرفع صوتي وأضم صوتي لكل المظلومين من الذين هم في الواقع عندهم مشكلة الحضانة ومشاكل الزوجية، أن هذا الأمر لابد أن يرفع ويدفع بأسرع وقت. نعم أحسنتم سمحت السيد، ويانا اتصال من الأخ مجيد، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال سيدنا. حياكم الله. سيدنا ليلة القدر على صورة الفاتحة وصورة الإخلاص كم مرة أعيدها؟ نعم نعم. عندك سؤال آخر يا مجيد؟ بلي. نعم ناخذ اتصال آخر من أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا سيدنا، شكرا على البرنامج، وعن بمالكم الأجر، وتقبل الله أعمالكم. الله يحييكم إن شاء الله، لنا ولكم عظيم الأجر إن شاء الله. أبو حسين تفضلوا. سيدنا سؤالي هو عن الرد مظالم. الشق الأول، هل الرجل الحي أنا هسه حي أرزق، هل وما أعرف أني ماخذ من أحد أو مطلوب وناسي بهاي مرور السنين، هل أقدر أن أطلع رد مظالم يعني عني، عن اللي أنا ماخذ من عندهم مثال، والمقدار إيش قد؟ وهذا السؤال الشق الأول. الشق الثاني من السؤال، رد مظالم عن الميت، أنا ما أعرف هو مثلا مش ماخذ من أحد ما ماخذ، بس أقدر أطلع على رد مظالم لعله تعينه أو تفيده بعض الأمور ما بعد الحياة، يعني بعد البرزخ والموت.
وإذا كانت بالوصية مذكورة يطلعون عن مرد مظالم وما طلعوا عن مرد مظالم، شو يكون الحكم؟ وشكرا سيدنا. نعم إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. سمحت السيد نجاوب الأخ مجيد، يسأل عن ليلة القدر ويقول أنه هل يصح كم مرة أنه أقرأ الفاتحة زائد الإخلاص؟ أولا صلاة ليلة القدر في واقع عدة صلوات عندنا، صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء، ركعتين، الركعة الأولى بعد الحمد 7 مرات قل هو الله، ركعتين فقط بعد الحمد 7 مرات قل هو الله ويسلم، وبعدين يستغفر الله 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه. هذه صلاة، هذه صلاة عجيبة، يعني الرواية تقول إذا أكملها وأتمها ركعتين، إذا أكملها وأتمها نودي من ملك قم قد غفر لك، يعني الله مسح كل ذنوبك، قم قد غفر لك. هذه صلاة، صلاة أكو 100 ركعة، هذه صلاة 100 ركعة يعني 50 مرة مثل صلاة الصبح، 50 مرة مثل صلاة الصبح. تقرأ بعد الحمد على رواية 10 مرات قل هو الله، وإذا لم يمكن مرة واحدة قل هو الله كافي، مرة واحدة قل هو الله كافي. نعم أحسنتم مساعدة السيد. ناخذ اتصال من أم محمد، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سيد أنا شربت ماي بال يعني هو نودان ما أدري به مأذن، يعني هي من 4 و 8 و 6 دقائق شربت، ما أدري به ضمة الدنيا وما شفت الساعة، ما التفتت الساعة، مو انا كنت نايمه ويعني مقعدت على صوت بيتي، شربتها ماي وانا شربت. نعم ان شاء الله محمد. سمحت السيد جاوبكم. نعم ويانا اتصال من الاخت زينب، حياكم الله. نعم تفضلوا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن شوي نسيب؟ نعم حياكم الله سيدي، اسمعكم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. حياكم الله. نعم يا زينب تفضلوا. سيدنا بس سؤال، أنا صارت زوجي، أنا وزوجي تقريبا 9 سنوات، ويعني راجعنا هواي أطباء وقلنا إنه يعني حتى أنا بيض ماكو أمل، فماكو غير البيوض متبرعة، يعني أبدأ أشوف حكم البيوض متبرعة حلال حرام، ويعني إذا أنا أحمل ويعني أصير أنا أمه لو شون، يعني شنو الحكم هذا الشيء؟ المشكلة من عندك لو من زوجك؟ إيه عندي أنا البيوض، يعني يعني بويضة عندك ما مو شغالة؟ إيه يعني إيش قد يعني حتى الأنابيب أنا قالوا لي ما ينجح. واضح. نعم إن شاء الله سمحت السيد جاوبكم. نعم سمحت السيد نجاوب على الأخ أبو حسين، يسأل عن رد المظالم، يقول أنا مثلا في حياتي لا أعلم ربما يعني أخذت حالة المظالم واضحة من المظلمة، مظلمة أنا الأخ أحمد مولانا ضارب بزغرة ومؤذي وأنا معلم وهو بقلبه شيء علي ومتأذي، هذا ظلم ولازم لو أتبار الذمة وياه، لو أعطي دية الضربة مالتي، أو أنه مثلا جاء أمشي بالشارع ضربت سيارة واحد ضربتها وما أعطيت خسارة ورحت، أنا ضامن حق الناس هذا، وما إلى ذلك من الأمور، هذه مظالم أو ماك رشاوة، هذه بالدائرة موظف أخذ من الناس فلوس وعلى أساس أمشي شغلهم، والآن الله هداني أريد أرجع إلى الله، هاي كلها مظالم العباد، شو أسوي لها؟ مظالم العباد عندي شو أسوي لها؟ أقدرها، كل شخص بحسبه. خل أقول شيء لا بأس، ليلة قدر لا بأس. إجاني واحد مسؤول في إحدى الدوائر، ما أقول أي وزارة، دوائر، قال يروح للحج، قلت له إن شاء الله بالسلامة، قال أنا إذا صفي أمري، قلت له شنو؟ خمس زكاة؟ قال لا، أنا عندي مظالم الناس عندي. قلت له إيش قد مظالم الناس عندك؟ قال هواية، رجاء خل تبقى شنو؟
تبقى هاي حسب تعبيرنا ترتشيب آذان جميع ال... قلت له ايش قد؟ قال هواية. قلت له انت شنو شغلك؟ قال انا فلان وزارة شغلي فلان مكان. ايش سويت انت؟ قال انا كنت اخذ من الناس فلوس بالقوة، ما امشي شغله الا اخذ فلوس. شغله ماشي بس انا كنت اعقل حتى اخذ فلوس. والان اريد اصفي واتوب الى الله. قلت له تعرف اللي اخذت من عندهم؟ قال لا. هاي مصيبه. هسه مره انا اعرفهم ارجع لهم اياه. مره انا ما اعرفهم شو اسوي؟ اخواني حسبها يعني هو قال 320 مليون دينار. 320 مليون دينار في رقبتي. حقوق اخرين بل ناس مظالم ما اخذ فلوس. حسب تعبير القران يقول ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذا ماكل اموال الناس بالباطل يعني بدون وجه حق. هذا مظلمه. فذني في واقع الحال انسان يعرف نفسه هاي 320 مليون ذاك 10,000 دينار كل واحد وضعه، خصوصا المعلمين والمعلمات. ضرب ضرب، هذا يكسر خشمه، هذا يكسر راسه، هذا كذا، هذا كلها مظالم. بعدين لازم يجاوبون الله. فهذه لازم انت تقدر حبيبي، انا ما اقدر اقدرها لك. ثانيا عن الموتى لا بس، سواء واحد يقول يا ابا والدي اعطي عن الميت، نعم انطي مظالم والدك شكوا به لا بس. نعم احسنتم سماحه السيد، ويانا اتصال من ام احمد حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. عليكم السلام. سؤال سيدنا انه افتهمنا مؤخرا صلاه الصبح فيها تاخير ربع ساعه، ما حكم اللي صليناه عند راسا يعني يقول الله اكبر ونصلي؟ شنو حكمها سيدنا؟ رحم الله والديكم، شكرا جزيلا، حياكم الله بارك. نعم سمحت السيد نجاوب الأخوة. كذلك أحمد تقول أنا شربت الوين وبعد الآذان يعني ما أعرف كنت أنت نعم. كان لابد شوفوا أخواني خل أقول فت قاعدة خلوها هالأيام الأخيرة رمضان، أي واحد يعتني بالوقت يشوف الساعة ويعتني وفاتح الإذاعة ويشوف وكذا بس اشتبه مثلا شفت الساعة شباب وعد الساعة عبالي بثلاثة تبين بالأربعة، هذا يسموه اشتباه من عندي بس أنا اهتميت. فإذا أنا شفت الساعة وشفت الساعة على أساس بعد ما مأذن ورحت شربت ماي وتبين مأذن ما عليك شيء، صومك شنو؟ صحيح. ليش؟ لأن راعيت الوقت، راعيت الأمور. أما الأخت قايمة من النوم قبل وين؟ للماي، شارب الماي وتبين مأذن، هنا أنا صومها تمشي يعني تستمر على صومها وتقضي هذا اليوم. ليش تقضي؟ فقط قضاء سمحت سيدي. ايه تقضي ليه؟ ما عليها كفارة مو عمدا فتقضي لانها شربت الماء والفجر قد طلع. تقول ما كانت تدري لان هي ما اهتمت، لو كانت مراعية الفقهاء يقول لابد من مراعاة. لابد مو عدم مبالاة، اذا عدم مبالاة هنا لازم قضاء. نعم احسنتم سمحت السيد، يانا اتصال من الاخ غازي حياكم الله تفضلوا. نعم حياكم الله تفضلوا. ابتعد عن التلفاز رجاء اخ. نعم غازي تفضلوا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بلي سمحت السيد يسمعكم ان شاء الله تفضلوا. أنا من قصبة زراعية، الطائر المخاف يعتبر مفطر لو مو مفطر، وشكرا. وحياكم الله يا غازي، ان شاء الله سمحت السيد جاوبكم. نعم سمحت السيد نكمل الاجابات بعض الاخوه. الاخت زينب سمحت نعم ناخذ اتصال وبعد ان شاء الله نجاوب الاخوه. نعم سيد علي حياكم الله تفضلوا سيدنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام. حياكم الله. مولاي سؤال عندي واحد منك قاعد يسوي نقاش وياه. الصايم بدون صلاه يعني اصوم وما اصلي. نعم الصيام بدون صلاة؟ ايه يعني ما اصلي بالصيام، مقتول هذا جاهز لا. بلي سؤالك الثاني. وسؤال الثاني يعني انا ما اصلي لا واحد يشتهر يعني يقول انا ما بدون تقليد عندي صحيح صومي صلاتي هذا. نعم ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. ويانا اتصال من الاخ جميل حياكم الله تفضلوا. الو. نعم حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولا انا عندي ابني يشتغل المحل. بلي. يشتغل المحل واخو غرام بها قصبان. نعم. ويبيعون على العالم وهو اصلا محتار يسوي كلهم خاف يبطلونه يخليها مالي ايش يسوي مالي. يعني شنو اللي يشتغل فيه محل وشنو؟ يشتغل محل مال هاي كناري. نعم. وخبيها غراض يعني منتهي للوجه مالتي. بلي اكسباير نعم. اي يقول قلت لهم خاف يبطلوني وخليته خاف حرام علي. نعم. بلي نعم عندكم سؤال اخر؟ لا هذا شيء. نعم حياكم الله ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. سمحت السيد الاخت زينب يعني تسال تقول انا متزوجه صار لي 9 سنوات ولم يعني تنجب اطفال. بلي شوفي اختي الكريمه مساله البويضه انت نعم. عندك مشكله في البويضه ما تقدرين انت على حال تتلقح بويضتك حتى بالطفل يعني حتى بالانابيب ما ممكن. نعم. فيمكن لك ان ماذا أن تأخذين بويضة الأخريات يعني امرأة أخرى بويضتها تتلقح مع حيمن زوجك يخلوه في رحمك أنت ما في مشكلة. أنت ستكونين أمه وإن كان بعض الفقهاء يقول حتى صاحبة البويضة تكون أمه ولكن أنت كحاملة وكعلى حال ووالدة لهذا الطفل أنت تكونين أمه بلا إشكال. نعم أحسنتم سمعت السيد. ويانا اتصال من أم فاطمة حياكم الله تفضلوا. حياكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالنا سمحت السيد زوجي مطلوب منه تحليل السائل المنوي في رمضان والدكتورة حددت 5 مراكز علما هذه المراكز يعني تبقى دوامها لحد الساعة 6 ما بالليل فشون يعني إجراء هذا التحليل وراح يبقى للصيام أم لا وشكرا لكم. نعم حياكم الله. نعم سمحت السيد نجاوب على الأخوة يعني الأخ غازي يسأل عن البخاخ يقول هل هو مفطر؟ البخاخ نعم. اللي هو للربو ما في مشكلة أنت تأخذ البخاخ وأنت صايم ما في مشكلة إن شاء الله تعالى وصومك صحيح وعافاك الله. نعم سمحت السيد أيضا الأخ سيد علي يقول هل يصح صيام من دون صلاة؟ نعم أكو رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. العمود للدين هو هي الصلاة. إذا الدين ما بعمود ما يوقف الدين يعني يقع الدين ليس له استقامة. فصوم بدون صلاة كرمي بدون شنو بدون وتر وهذا ما يفيد. واحد يقول زين خلي صوم سيدنا سليصلي خلي صوم. أقول لا فائدة منه. الله يقول أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أنت بعض الأشياء تسويه بعض الأشياء ما تسوي ما يصير. فلا بد من ماذا التقوى الله والاعتناء به وتطبيق أحكامه كلها. أول فرع من فروع الدين الصلاة بعدين الصوم بعدين الحج بعدين الخمس بعدين الزكاة واضح؟ نعم. نعم ويانا اتصال من أم علي حياكم الله تفضلوا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. الله يحفظكم. رمضان كريم. حياكم الله. شوي استعجلوا وقتنا. نعم تفضلوا أم علي سامحة سيدي سمعكم. ما أنا مستشير وحدة راحتي أم علي صراحة ما جاي نسمع السؤال علوا صوتكم. يعني بالقوة ياخذ من عندي. ومنقول هذا اتفاق. منو هذا؟ ممكن عادة السؤال أم علي حتى يكون يعني واضح وسمحت للسيد يسمعكم. شكرا سيد. سؤالك مو واضح. السؤال غير واضح أم علي. اه. عيدي لنا السؤال. سيد أنا عندي راتب رعاية عندي. ايه. راتب رعاية. يعني هو مستولى علي أي شيء بالبيت يعني يجيب لي مسواق ياخذ وياي بالنص. منو هذا؟ زوجك؟ ايه رجلي. هو يشتغل؟ ايه يشتغل وعنده راتب. وانت شلون عندك راتب رعاية؟ شلون مسجل على راتب؟ راتب رعاية. يعني هذا ما خطر ما لي كام. انا لا ام ولا ابو. ما اعرف ساجاوبها بس يظهر راتب رعايته عند القانون. يعني السيد شوف شنو حكم هذا؟ بلي بلي ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم.
سمحت السيد ايضا الاخ سيد علي يقول اني ما مقلد اللي هو يعني يصوم بدون يعني صلاه، وكذلك يقول اني ما اقلد. حبيبي اذا مقلد شلون انت شلون تؤدي احكام الشرعيه؟ يعني انت شلون جاي تصلي؟ شلون صلاه السفر، صلاه القصر، صلاه كذا، العيد، الصوم، ما ادري الطهاره، النجاسه، هذا يطهر لما يطهر بغسله وحده، هذا لازم غسلتين، هذه الأحكام الطهارات والنجاسات والصلاة والصوم والسفر وغير السفر، هذه لمن ترجع فيها؟ يعني من وين تأخذ الأحكام؟ من القرآن؟ فماكو تفصيلات في القرآن. من الروايات؟ الروايات بها كثير من العام والخاص والناسخ ومنسوخ وما أدري، مطلق ومقيد، وروايات ضعيفة وروايات قوية، هذا مو شغلك. إذا لازم ترجع إلى خبير، من هو الخبير؟ فقيه. فلا بد أن ترجع إلى فقيه، تأخذ أحكام الدين من عنده، حتى تقول يا ربي أنا بحجة من حجج الشرعية أنا أخذت حكمك يا ربي. أما أنه هتشي أنا ما أقلد، ما يصير. لا بد أن ترجع إلى شخص حتى يوم القيامة لما يسألك رب العالمين ليش أنت فطرت يوم الاثنين؟ قل يا مولاي لأن عيد. منو قال عيد؟ مرجع مالتي قال عيد وأنا اتبعته، فهي حجة. أما يوم الاثنين مثلا تفطر بعدين تبين أنه عيد، هذا شلون تقدر تواجه رب العالمين أو أنه مو عيد؟ هذا كله لابد من الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرع. نعم أحسنتم سمحت السيد. كذلك الأخ جميل يقول ابني يعمل في محل معين وأكو بعض الأغراض اللي هي أكس باير، يقول يعني شنو هنا يعني هل يصح أنه يقول للمشتري مثلا للناس أنه هذا أكس باير أم يبقى ساكت؟ شوفوا مرة أنا مكتوب التاريخ على البضاعة أنا جاي أبيع، هاي هذا أبيع، ذاك المشتري يشوفه يقلبها كذا، هذا شأن المشتري، مو أنا أقول له هذا ممتازة وهذه لطيفة وهذه خوش وصناعة وكذا، أنا ما لازم أمدح ولا أثني على السلعة، المشتري لازم يشوف هذه تاريخه منقضي لو ما منقضي، واضح هذا؟ أما إذا سألني أريد سلعة صالحة، نعم، إذا قال لي سلعة صالحة ما يجوز أن أعطيها السلعة غير الصالحة. نعم. والناس في الواقع يشترون السلعة الصالحة وغير الصالحة. بلي. صالحة. صالحة. فإذا صالحة فأنت لما تبيعها، نعم، ما تقول له هو راح يكتشفها، إذا اكتشف يرجع لك إياها لازم ترجع لها. نعم أحسنتم سمعت السيد. كذلك الأخوة فاطمة سمعت السيد تسأل تقول زوجي مطلوب منه أنه تحليل السائل المنوي. أختي الكريمة، نعم، هذا التحليل إذا يقدر يأجله إلى بعد رمضان جيد، هذا حل. وإذا يقول لا ما مو قابل للتأجيل وإحنا رايحين في دولة من الدول ولازم ننطي تحليلاتنا، نعم، فخلي يسافر، يقطع مسافة شرعية 22 كيلومتر، يطلع ياكل قبل الظهر يطلع في المسافه الشرعيه ياكل، يعني يرجع مفطر، من يرجع مفطر يؤدي اللي عليه تحليل او غيره. نعم سمحت السيد. اخر يعني جواب على الاخت ام علي اللي هي صاحبه الرعايه الاجتماعيه، تقول انا عندي زوج، نعم، زوجي يشتغل عنده راتب، شلون انت صار عندك راتب رعايه؟ راتب رعايه للارامل والمطلقات والعاجزين عن العمل والى اخره، انت شنو؟ انت تحت نفقة رجل وهو في الواقع يصرف عليك، شلون صار عندك راتب رعاية؟ هذا لازم انت تراجعين نفسك. تقولي هذا راتب ياخذ زوجي، عليه حال، اذا هي كل هالقضايا فيها ظلم، هذه واحدة من المظالم. انت لابد اولا جاء اقول انت لابد هذا راتب الرعاية على اساس يعطوك اياه، يعني عندك مستند قانوني وشرعي؟ إذا مستند قانوني عندك جيد، هنيئا لك. إذا ما عندك مستند قانوني لابد أن تقطعيه لأنه ما يجوز، واضح؟ أما أنه إذا كان عندك مستند قانوني وهذا الراتب عندك وزوجك جاي أخذه، على حال أنت تقدرين أن تتمنعين، يعني لا تنطيه، قولي ما عندي، انصرف كذا، حتى شنو لا تنطيه، يعني ليس واجبا عليك أن تعطيه إلى زوجك. نعم أحسنتم سمحت السيد. هذا الوقت المتبقي، شكرا لكم سمحت السيد وربي يحفظكم إن شاء الله. حياكم الله. وكذلك شكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة، انتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله، في أمان الله ورعايته.